لأنك حبيبتي وحلمي اللي غاب، قلبي بيرفض يبطل عذاب، وكل اللي غايب تملي بينساه، ودايما يفكرني بيك الغياب، ودايما يفكرني بيك الغياب. كل ما بقدر يوم انساك برجع ادور واستناك، حابب تعبي لانه عشانك، رد يا بغل طلع عذاب، وكل اللي غايب تملي بينسى، ودايما يفكرني بيك الغياب، لانك حبيبي وحلم اللي غاب، قلبي بيرفض يبطل عذاب، وكل اللي غايب تملي بينسى، ودايما يفكر بيك الغياب. بشوفك معايا ولو مش معايا، وادور وادور وعمري يفوت، تعبنا ولا مرة قلنا كفاية، ولا حتى يقدر يفرقنا موت، ولا حتى يقدر يفرقنا موت. بشوفك معايا ولو مش معايا، وادور وادور عمري يفوت، تعبنا ولا مرة قلنا كفاية، ولا حتى يقدر يفرقنا موت. بشوفك معايا ولو مش معايا، وادور وادور عمري يفوت، تعبنا بقدر يوم انساك، برجع ادور واستناك، حابب تعبي لانه عشان، راضي يا ابو قلبي انه معاك. نفس المكان اللي شفتك فيه أول مرة، بس ما كناش لسه نعرف بعض. صح، أنا كنت متأكد إن شفتك قبل كده، بس أنت عارفة يا أميا، أنا قمت من النوم مش عارف قاعد أقول مين دي. عارف أنا كمان ما نمتش ليلتها؟ والله كنت متأكد إني أشوفك تاني، مش عارفة ليه. بس خلاص يا جميلة، مش هسيبك تضيع مني تاني. تفتكر هيجي يوم هعرف اخد فلوسي من عمك؟ انا معاكي لغايه ما تاخدي حقك من عمك، مش عشان محتاجاه ولا حاجه، لا عشان ما ينفعش تفرطي في حقك تاني بعد كده.
حقي من عمي عرفته خلاص. بس يا ترى ليه حق فيك انت كمان؟ احنا الاثنين لينا حق في بعض، ما ينفعش نسيبه. انا مش قادره اسامح نفسي عشان انت اتخانقت مع باباك بسببه. مشكلتي مع بابا انت مالكيش علاقه بيها خالص، دي نتيجه غلطه انا وقعت فيها ولازم اصلحها بنفسي. يعني خلاص اقدر اسامح نفسي؟ يا جميلة انت اللي زيك ما ينفعش يضايق نفسه اصلا. الله يسهل له يا عم. هو انت تعرفي مدحت منصور ابو دينا؟ لا ما اعرفوش، هعرفه منين؟ ما اعرفش، بس وشك اتقلب اول ما جبنا سيرته. بيتهيألك. ليلى انا حافظك كويس، حتى دينا اخدت بالها. تعرفيه منين؟ من كام سنه كان ما بيننا شغل. بس كده؟ لا مش بس كده، كان عاوز يتجوزني وانا رفضته لما عرفت انه عاوز فلوسي. وايه تاني؟ شافني واحدة متطلقة ومصدومة في جوازها ومصدومة في نفسها انها ما بتخلفش، قال لك سيدة وحلعب عليها. احقر راجل ممكن تقابله الست في حياتها. عشان كده بقى قمتي قبل ما تقعدي مع دينا حكمتي عليها، قلتي هتطلع زي بواها. لازم تفكر مليون مره يا ماجد قبل ما ترتبط بالبنت دي وتحط ايدك في ايد مدحت منصور. لا انت اللي خايفه انك تحطي ايدك في ايد مدحت منصور، وانا مش هقعد اتحايل عليكي 100 مره عشان خاطر تخطبي عليه مني. يعني ممكن ترتبط بيها من ورايا؟ اه لو فضلتي مصره على رايك. ايه ده؟ ده فطورك، شكلك ما نمتش كويس امبارح. يعني؟ لا واضح انك ما نمتش. وانا باين عليا قوي كده ان انا ما نمتش؟ اللي سهرك بقى؟ ابدا، قاعد بفكر طول الليل لو مدير البنك ما كلمناش هنعمل ايه؟ ولا حاجة، هنلم هدومنا ونرجع مصر، بس هنفضل ورا الحقيقه لحد ما نوصل لها. بفكر نعدي عليه واحنا مسافرين وافهمه ان انا شاكك فيه واواجهه وهدده تهديد مباشر كمان. تفتكر التهديد ده هيجيب نتيجه؟ والله مش عارف، بس يعني هي محاوله وفر علينا التعب اللي ممكن نتعبه في مصر. ده هو. طب رد بسرعه. ايوه يا استاذ سعيد. ده بيان بحساب الانسه جميله من ساعه ما الدكتور عامر فتحه بصفته الوالي الطبيعي قبل ما يموت بحوالي سنتين. الحساب مفتوح ب 1000 جنيه ووصل قبل الوفاه ل 50,000. دلوقتي في 27 جنيه بس؟ عندك حركه السحب والايداع تقدري تفاجئيها براحتك. ايداعي؟ ده انا ما شفتش غير سحب.
المبلغ كله اتسحب في خلال 3 سنين من وفاة بابا. هو الوصي يقدر يسحب أي مبلغ كده في أي وقت؟ آه طبعاً، الجواب رسمي من المجلس الحسبي. وهي فين الجوابات دي؟ لا، أنا ما أقدرش أجيب لك الجوابات دلوقتي، ده الموضوع عدى عليه 15 سنة وزيادة. طب تحتاج وقت قد إيه عشان تحضرهم لي؟ يعني مش أقل من 3-4 أيام. أوكي، 4 أيام بالظبط وأكون عندك هنا. وفاء تعالي عايزك. اي اقعدي اتفضلي. ايه الاخبار؟ الشغل عامل ايه؟ ماشي تمام. هي جميله من ساعه ما سابت البيت ما كلمتكيش؟ لا. ولا انت حاولتي تكلميها؟ كلمتها كتير بس ما ردتش عليا. حتى انت مش عايزه اكلمك؟ يمكن خايفه يوصلوا لها عن طريقي. طب هي قبل ما تسيب البيت ما قالتلكيش على مكانها؟ لا. مع ان انا اعرف يعني ان انتوا صحاب قوي. جايز تكون خافت تقول لي على مكانها لضعف واقول لبابا. طب هي ممكن تكون هربت مع ادم؟ ممكن جدا. طب ما لازم نلحقهم قبل ما يتجوزوا. لو بيحبوا بعض من حقهم يتجوزوا. يتجوزوا ازاي وهو متجوز؟ دي مشكلته هو. طب وهي؟ يعني معقول هتتجوز من ورا اهلها؟ اهلها لو كانوا حبوها كانت حبتهم وعملت لهم حساب. الكل ما بيفكرش غير في نفسه وبس. وانت اولهم. انا؟ رحت طلبتها من بابا عشان يضغط عليها ويخليها توافق، رغم انك عارف انها رفضتك. حبيت تستغل الظروف اللي هي فيها. بس انا عملت كده عشان بحبها. عملت كده عشان بتحب نفسك. انت ازاي تكلميني كده اصلا؟ ده مش كلامي، ده كلام جميلة. هي قالت لك كده؟ أيوة، قالت لي إن أنت وبابا ما بتحبوش غير نفسكوا وبس، مفيش غير آدم اللي حبها وحس بيها وقدر مشاعرها. عن إذنك. ادم انت فعلا هترجع للراجل ده بعد 4 أيام؟ طبعا، وهتيجي معايا كمان، ومش هنسيبه غير لما ناخد منه اصل الجوابات اللي اتبعتت للبنك من المجلس الحسبي واللي على اساسها سحب فلوسك بالتدريج لمده 3 سنين. انا ما افتكرش حاجه زي كده خالص. اكيد عمك استغل انك لسه صغيره مش واخده بالك من اي حاجه، وجدك طبعا اكيد كان مديله الامان، مش متخيل يعني انه يقعد يسرق في بنت اخوه. فاكر عمي اخد فعلا 50,000 جنيه لنفسه؟ ده غير الخلو اللي خده من علي صاحب العماره، والله اعلم سرق ايه تاني. يعني ممكن يبقى في حاجات تانية؟ افتكري كده كلام الدكتور فؤاد. قال ان باباك الله يرحمه كان سايب لك فلوس تكفي تعليمك لغايه ما تخلصي الجامعه، صح؟ 50,000 جنيه ما يكفوش تعليمك 12 سنة في مدرسة لغات، وبعديهم 4 سنين جامعة كمان، يعني بالعقل كده. يبقى أكيد كان في حاجة تانية مش موجودة في الحساب. ممكن مثلا باباكي كان سايب فلوس في البيت، أو ذهب بتاع مامتك، حاجة كده يعني. أنا زي ما فكرتش في الحاجات دي قبل كده. عشان مش واخدة أخوانا. وعمك ما كنتش متوقعة إنه يفضل يسرق فيكي كده على طول. يا ريت كده وبس. لكن بيذلني عشان بيحسسني إنه بيصرف عليا من جيبه. اوعى تكوني اتغديت من غيري.
معقولة ماما راجعة بدري عشان نتغدى سوا ولا ايه؟ ما انا خلاص يا حبيبي، ما بقيتش اعرف اتغدى من غيرك. ماشي، انا بقى عندي خبر هيفتح نفسك اكتر. خير؟ عدنان وافق يطلع من غير قضية. مش معقول، وعرفت منين؟ كنت قاعد معاه من شوية، طلب شوية حاجات كلها مقدور عليها وهتريحها من وجع قلب المحاكم. طب وليه ما قلتليش انك هتقابله؟ كنتش عارف القعدة هترسي على ايه يا ماما، فما حبيتش اعشمك على الفاضي. يا حبيبي يا شريف، ربنا يخليك ليه؟ يعني انت فضيت نفسك علشاني؟ اعمل ايه؟ اكتشفت فجأة اني ما عنديش ام غيرك. طب انا بقى هحضر لك حتة غدوة تاكل سوا كره علشان خاطر الخبر الحلو ده. شريف، انت عملت ايه مع ايمان؟ حقيقي يهمك تعرف يا ماما؟ طبعا. اسكت، مش انا كمان اكتشفت اني ماليش ابن غيرك؟ انا بصراحه جمدت قلبي ورحت قلت لها اني عايز اتجوزها. وقالت لك ايه؟ عايزه انا استناها لحد ما نظرها يرجع لها. هو ممكن نظرها يرجع تاني؟ ممكن او ممكن لا. طب هي ليه قالت لك كده؟ عند اي حد في الدنيا الا انا ماما. تقصد ايه؟ اقصد ان انا الوحيد اللي عارف انا قد ايه بحب ايمان، ومش هقدر استنى اذا كانت اتفتحت ولا ما فتحتش. بس يا ستي، هو ده اللي حصل وده اللي كان بعدني عنك اليومين اللي فاتوا دول، وده ان شاء الله اللي هيقربنا لبعض اكتر اليومين الجايين. حقيقة ما كريه فهم، انت فاكرني هسيبك واقعد اتفرج عليك في حاجه زي دي؟ طب قولي لي ممكن اعمل ايه؟ بصراحه انا حاسه ان انت لسه مخبي عني حاجه. انا قلت كل اللي اقدر اقوله. عموما انا رايي ان انت لازم تدافع عن بنتك الوحيده بكل قوتك، وهي كمان لازم تدافع عن حبها الوحيد بكل قوتها. انا عارف انها كويس، كرامتها عندها بالدنيا دي كلها، عشان كده لازم مفيش اي ست تانية تاخد جوزها منها. مفيش حاجة تأذي كرامة الست اكتر من كده، سألني انا فاهم. انا ممكن اضمن صبر نوع، لكن ما اضمنش عناد ادم. مش عارف ايه اللي ربطه بالبنت دي قوي كده. عموما حكاية حب قديم والكلام ده بقاش يفرق، ورقة الجواز اللي بينه وبين نهى بقت اقوى من اي حب في الدنيا، وطبعا غير مدحت ابوه. ماله مدحت؟ لا يمكن يضحي بمصالحه معاك علشان خاطر ابنه، وهيعمل كل حاجة في الدنيا والمستحيل عشان يبعد البنت دي عنه. لسه الاكل ما جاش؟ سبتي زينة لوحديها ليه؟ عاوزاها تتعود تلعب مع اولاد من سنها، ما تفضلش مرتبطه بيا انا على طول. حاجه غريبه جدا، نفس الكلام اللي قاله الدكتور بتاعها بالظبط. غريبه ليه؟ انت ما تعرفش ان انا كنت ناويه اطلع دكتوره نفسانيه؟ يوم بعد يوم بتاكد ان انا وزينة مش ممكن نستغنى عنك ابدا. ابراهيم، ما تحملنيش مسؤوليه انا مش قدها. انت قدها وقدود، بس خايفه ليه؟ انا مش عارف. انا كمان مش عارفه خايفه ليه. انا مش هصبر اكتر من كده، هطلبك من ماجد قبل ما يسافر. لا، صعب قوي دلوقتي. صعب قوي ليه؟ عشان ماجد كمان عاوزني اخطب له عروسه انا رفضها. مش موافقه ليه بس يا بنت الحلال؟ وافقي عليها عشان هو كمان يوافق عليا. اصلك ما تعرفش هي مين. هتكون مين يعني؟ دينا بنت مدحت منصور. من كل البنات اللي في العالم ماجد ما لقاش واحده يحبها غير دينا بنت مدحت منصور، كمان عاوزني اروح معاها اخطبها له. صدفه غريبه قوي صحيح، لكن مش ممكن ترفضيها لمجرد انها بنت مدحت منصور؟ بعد كل اللي قلته لك عنه. اللي قلتيه ده يخليكي انت ما ترتبطيش بيه، بس مش ممكن تمنعي اخوك ان يرتبط ببنته، الا بقى لو في حاجه تانية انا ما اعرفهاش. تقصد ايه يا ابراهيم؟ ما اقصدش غير اللي قلته، بس يعني واضح ان انا ما اعرفش كل حاجه.
حسين. نعم. نوم. يلا. مساء الخير يا حبيبي. خير؟ أول مرة في حياتك تكلمني وتقولي عايزك حاجة. كنت فين؟ كنت مع واحدة صاحبتي. كدابة. أنت كنت مع فهمي حسان. إيه ده؟ أنت بتراقبني ولا إيه؟ أوحش حاجة في الدنيا إن الواحد يشك في مراته ويراقبها. طب ومن إمتى بقى افتكرت إني مراتك؟ ما تحاوليش تبرري ليه بتقابليه من ورايا. أنا مش محتاجة أبرر. فهمي هو اللي كلمني عشان كان عايز ياخد رأيي في مشكلة كبيرة عنده. بصفتك ايه؟ بصفة الست اللي هو بيحبها. انت بقى اي واحد يقولك بحبك تروح تقعدي معاه؟ معلش يا حبيبي، اصل هو ما يعرفش ان احنا متجوزين. بس انت عارفة. والله هو ما يعرفش ان انا مراتك، ولو عايز انت تقوله ممكن تقوله، بس اكيد انت هتخاف تخسره زي ما خسرت ابراهيم. طبعا ده غير مشكلة آدم مع بنته. ده انتوا واخدين على بعض قوي وبتقولوا لبعض أسرار. ما هو ده الموضوع اللي كان عايز ياخد رأيي فيه. أقولك على حاجة، أنا لسه باقي عليك، ولحد دلوقتي لو رحت لإبراهيم وطلبتني كأنك ما اتجوزتنيش من وراه حتى لو سر، أنا هقبل، مع إن فهمي عايز يتجوزني في العالم. انت بتحاولي تلوي دراعي فهمي؟ عارف يا حبيبي اللي مخلياني باقي عليك؟ ذكائك ده. معلش سوري، انا عندي شغل ولازم امشي دلوقتي. باي. عزة هتضطر تنزل البيبي قبل ما بطنها تبان وينكشف سرها. يبدأوا كل اللي حواليها يحاسبوها عليه. الحل الوحيد ان هي تحافظ على البيبي، انكم ترجعوا لبعض. يعني راح اقول لها يلا نرجع عشان انت حامل مني؟ لا طبعا، هتطلب انك ترجع لها وكأنك ما تعرفش موضوع الحمل ده خالص. تفتكري توافق انها ترجع لي؟ هتوافق عشان هي بتحبك ومش عايزة تخسر ابنها منك. وبعد كده نرجع لبعض وكاني ما اعرفش خالص انها حامل؟ هتلاقيها هي من نفسها جاية تقول لك انها حامل، وهتعمل لك نفس المفاجأة اللي كانت محضرها لك وهي راجعة من السفر. اللي في بطنك ده مش هينفع يستخبى اكتر من كده. طلقتي من أحمد ده حقك، إنما مش من حقك تداري عنه إنك حامل، ومش من حقك إنك تقتلي ابنك وابنه. لو كنت مكانك كنت أحمد ربنا على النعمة دي. في غير كتير قوي بيحلموا بيها ومحرومين منها. Thank you.
ساكت ليه؟ بفكر في المصيبة اللي انت رميتها لي في حجري دي. انا عارف من ساعة ما قلت لي قابلني في اسكندرية وانا عارف ان المشوار ده مش هيديه على خير. كنت لازم احكي لك اللي حصل واشوف هنتصرف ازاي. ايه النحس ده يا ربي؟ حكاية وعد عليها 15 سنة دلوقتي، جاي النهاردة تطلعها لسنة وتقول انها حية؟ بارتها حية وبس، لا دي حية وبتلعب كمان. انا كمان قلت خلاص تبت ومش همد ايد على الحرام لغاية ما موت. كنتش عارف ان اللي عملته زمان هو اللي مش راضي يموت. تفتكر يا محمود اللي حصل ده فاتورة التوبة اللي كنت فاكر نفسي ازوغ منها؟ طب انت تبت ولازم تدفع الفاتورة، انا مالي؟ انت اللي وزيتني على الغلط، ولعلمك بقى انا هوري الجوابات لجميلة والواد اللي معاها. اوعى اوعى تعمل الحكاية دي، انت لو عملتها يبقى نهايتنا احنا الاثنين. هو مزاجي لازم اتصل بيهم زي ما وعدتهم، لو ما عملتش كده هينطولي في البنك كل شويه، ولو ما اديتلهمش الجوابات هيطلبوها من حد غيري، ساعتها فضيحتي هتبقى بجلاجل في البنك كله. سعيد اتصرف يا سعيد، اعمل اي حاجه غير انك تديهم ورق يبقى في دمارنا احنا الاثنين. اتصرف ازاي بس؟ معرفش، دي شغلتك انت مش شغلتي انا. انت رايح فين؟ متكونش ناوي تخلع وتسيبني اتدبس فيها لوحدي؟ ايوه ما انا قصدي في مصر، يعني ما قلتلهمش ان انا حبات في اسكندريه، وبعدين خايف يشكوا فيا ويبتدوا التقاصي ورايا. بقول لك ايه؟ اتصرف واتصرف بعقل وقول لي انت ناوي تعمل ايه، ها؟ وحسك عينك تعمل اي حاجه من غير ما تشغلني، فاهم يا سعيد؟ سلام. بقالي يومين ما شفتكش. معلش كنت مشغول شوية. مع أختك؟ آه حاجة زي كده. طب ما قلتليش رأيها إيه فيا؟ أعجبت بيكي على فكرة، حبيتك جدا. لا يا شيخ. لا يا شيخي. أختك أول ما عرفت إن أنا بنت مدحت منصور ركبها 100 عفريت. اتكلم على طول، بص أنا أصلا طلبتك عشان الموضوع ده، عايز أعرف منك إيه الحكاية. ايه هتفضل ساكت كده ومبحلقلي كتير؟ هات من الاخر وقولي اختك تعرف بابايا منين. مفيش يا دينا، الاتنين كانوا بيشتغلوا مع بعض واختلفوا في الشغل زمان. بس كده؟ ايه مش كفايه عليكي ده؟ لا مش كفايه بصراحه على اللي هي عملته. سمعت اسمه من هنا وجري برا النادي من هنا كانها خايفه مني او يعني هسرق منها حاجه. ايه الافغوره اللي انت فيها دي؟ الموضوع زي ما حكيت لك بالظبط، لا اكتر ولا اقل. ماشي يا ماجد. طيب قولي ناوي تسافر في ميعادك ولا ناوي تمد اجازتك زي ما كنت مفهمني؟ لسه مش عارف. اوكي انا خلاص كده عرفت. عرفتي ايه؟ اختك قالت لك مالكش دعوه بالبنت دي تاني هي وباباها، وواضح انك ما بتقدرش تكسر لها كده. لا الحكايه مش زي ما انت فاهمه على فكره. الحكايه اللي انت ما حكيتهاليش واللي من الواضح ان في سر كبير قوي بين اختك وبابايا، هو ده اللي خلاها تتكهرب اول ما تسمع اسمه وخلاك ترجع في كلامك. طب ممكن تقعدي؟ انسى، انا مش ناوي ارتبط بواحد اخت الكبيره هي اللي ماشياه. خير يا عز؟ فاضيه لي شويه؟ فاضية لك على طول. أحمد كلمني امبارح أكتر من 5 مرات. خير عايز إيه؟ معرفش بس أنا ما ردتش عليه. ليه طيب؟ برضو معرفش بس عمالة بفكر ممكن يكون عايز مني إيه بعد ما اتطلقنا. وأنت لازم تردي عليه عشان تعرفي. مشكلة إن أنا لما ما ردتش عليه
بعت لي مسج وقال لي احنا لازم نتقابل ضروري. اكيد في حاجة مهمة. ما هو ده اللي مخوفني. لازم تروحي وتقابلي. انا برضو خايفة تقولي لي كده. اي حد مكاني كان هيقول لك كده. طب بصي انا جاية لك علشان اخليكي تتصلي انت بيه. انا؟ اه. وتقولي له انت كنت عايز ايه من دعزة. ما ينفعش. افرضي في حاجة سر هو عايز يقولها لك وانا ما اعرفهاش. سر ايه بس يا بنتي بعد ما اتطلقنا؟ طيب افرضي عايز يرجعك. يرجعني؟ ما تحاوليش تفهميني انك ما فكرتيش في الموضوع ده. لا بس انا ما جاش في بالي يكون هو فكر في كده. اي راجل من حقه ان هو يرد مراته ما دامه لسه في فترة العد. يعني ايه؟ يرجعني غصب عني يعني بالعافية؟ يا بنتي مين قال بس بالعافية؟ لو بالعافية ما كانش كلمك وطلب يقابلك. عزة يا حبيبتي لازم تروحي وتقابلي وتشوفي هو عايز ايه. اتفضلوا الغدا جاهز. تعبتي نفسك يا جميله والله. هي فرصه بقى تدوق حاجه من ايدي غير طاجن سموحه. بس ده كتير جدا يا عم. كل اكل بحقه حقيقي ولا اطلع اجيب لك خلطه الاسمنت عشان تحرم ترفس النعمه. لازمتها ايه بس السيره دي دلوقتي؟ طب يلا ادوق بسرعه وقولوا لي ايه رايكم. مش هدوق انا هخش على طول. الله 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 تحفه. تسلم ايديك والله. بالهنا والشفا. حلوة. جميل. ده الأستاذ سعيد بتاع البنك. خليك كلمة بعد الغداء. إيه يا أستاذ سعيد؟ تشوفني إزاي دلوقتي يعني؟ آه أنت في القاهرة؟ طيب طيب أنا هكلمك تاني وأقول لك إمتى وفين. مع السلامة. مع السلامة. موجود هنا وعايز يقابلنا قبل ما يرجع اسكندرية. يبقى ننزل له حالا. انا هقوم اغير بسرعه. يلا. طب غدا يا عم. غدا ايه ده؟ احنا مستنيين المكالمه دي من اول ما رجعنا من اسكندريه. خلاص انزلوا انتوا وانا هقعد بقى اخلص على الاكل على ما تيجوا. اتفضل. الورق اللي كنتوا طالبينه مني. صور. ايوه يا فندم. دي مستندات مهمه واصولها ما ينفعش تطلع من البنك. طب ليه ما كلمتناش وخليتها ننزل لك اسكندريه ونشوف الاصول بتاعت الحاجات دي؟ انا كنت نازل مصر كده كده عشان ازور اختي العيانه، فقلت اصور الورق واريحكم من سفر اسكندريه. اه لو قلقانين ممكن تشرفوني في البنك في اي وقت وتطلعوا على الاصول. دي جوابات من مجلس الحسم. ايوه. بتدي الحق لعمك محمود انه يسحب المبلغ المكتوب في كل مره في الورق. بس دي مبالغ كبيره قوي كل شهر. ومكتوب فيها علاج مرض الدرن، وانا عمري في حياتي ما جالي درن. حضرتك كنت صغيره وجايز مش فاكره. يعني ازاي هيجي لي مرض خطير زي ده واكون ناسيه؟ لا ومكتوب كمان مصاريف تعليم خاص ودروس خصوصيه. انا ما دخلتش تعليم خاص، وعمري في حياتي ما خدت درس خصوصي. دي تفاصيل انا ما اعرفهاش. انا ليا الورق اللي بيجي لي اللي بتعامل من خلاله. انا قصدك تقول ان عم جميله بعت معلومات غلط للمجلس الحسمي وخلاه على اساسها يبعت الجوابات دي للبنك؟ ما اقدرش اظلمه ولا اتهمه بدون دليل. معلش انا مضطر امشي دلوقتي لان حاجز في القطر ولازم اكون في رمسيس حالا. بس الموضوع ما خلصش كده لسه يا استاذ سعيد. خلص بالنسبه لي يا فندم. وانا تحت امرك في اي وقت. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفتكر هو ليه جدل حد هنا؟ أكيد طبعا مش عايزنا نسافر له ونشوف الأصول بتاعة الورق ده. يعني أنت شاكك في حاجة معينة؟ آه شاكك في حاجات كتيرة أوي. بس أعرف ناس في وزارة العدل ممكن يفيدونا ويقولوا لنا إيه حكاية الورق ده وأصولاته فين؟